ظهور جسم غريب في شاطئ اليابان. وقف رجال الشرطة والسكان في بلدة ساحلية يابانية حائرين أمام كرة حديدية كبيرة جرفتها المياه نحو أحد الشواطئ المحلية، واعترفت السلطات بأن ليست لديها أدنى فكرة عن ماهيتها. وقالت تقارير إعلامية محلية أن الكرة قطرها حوالي 1.5 متر. قد أثارت تكهنات محمومة منذ جرفتها الأمواج على شاطئ إنشو في مدينة هاماماتسو على ساحل المحيط الهادي في البلاد، واطمأن السكان إلى أن الكرة ليست لغماً بعدما استخدم الخبراء تقنية الأشعة السينية لفحص الجزء الداخلي لجسمها، ووجدوا أنه مجوف ولا توجد مؤشرات على تورط الجسم الغريب في عملية تجسس تقودها كوريا الشمالية أو الصين. وأدى وجود مقبضين يظهران على سطح الكرة إلى تفسير أكثر واقعية أنها عوامة إرساء تحررت وطفت، وشرعت الشرطة في فحص الكرة وهي ذات لون بني برتقالي مع ما يبدو أنها بقع أغمق من الصدأ، بعدما رصدتها سيدة من الأهالي كانت تستريح على الرمال على بعد أمتار قليلة من الشاطئ أثناء خروجها في نزهة بحسب ما أفادت به تلفزيون أساهي. وطوقت الشرطة المنطقة واستدعت خبراء متفجرات يرتدون ملابس واقية لمزيد من التحقيق، لكن التقارير تقول أن السلطات ما زالت لا تعرف من أين أتت. وبحسب الصحيفة أرسلت الصور إلى قوات الدفاع اليابانية وخفر السواحل لمزيد من الفحص. وقال أحد الأهالي الذي كان يجري بانتظام على الشاطئ أنه لا يفهم لماذا أصبحت الكرة فجأة مركز اهتمام، وقال لمحطة NHK العامة: لقد كانت هناك لمدة شهر، حاولت دفعها لكنها لم تتزحزح، وفي مرحلة ما منعت الشرطة الاقتراب من دائرة نصف قطرها 200 متر حول الكرة بينما حاول الخبراء حل اللغز لكن دون جدوى. سحابة تركيا الغامضة. سببت سحابة حمراء ضخمة تشبه الجسم الغريب ظهرت في سماء إحدى المدن التركية، سببت رعبا بين السكان وسيلا من التساؤلات حول ماهيتها. وظهر المشهد الغريب فوق مدينة بورصة بشمال غرب تركيا، وتم تصنيف السحابة على أنها عدسية، لكنها بدت أشبه بشيء غريب قادما من كوكب آخر، حيث تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات مذهلة للسحابة التي ظهرت باللون الأحمر الفاتح مع دائرة خارجية ودائرة داخلية تفصل بينهما حلقات داكنة. وانهالت التعليقات على موقع تويتر حيث كتب مغرد: يبدو الأمر كأن كائنا فضائيا على وشك الهبوط من تلك البوابة. وأضاف آخر: لم أرى هذا من قبل، كثيف جدا في المركز حتى إن الضوء لا يمكن أن يمر. بينما أضاف آخر: جسم غامض، إنها سحابة أم شيء مجهول الهوية ويطير. وذكرت صحيفة الغارديان أن السحابة شبه الدائرية ظهرت لأول مرة عند شروق الشمس واحتفظت بشكلها الغريب لمدة ساعة تقريبا قبل أن تبدأ بالاختفاء. تظهر الغيوم العدسية عادة على ارتفاع 2000 إلى 5000 متر فوق سطح الأرض، وهي مؤشر على موجات جبلية في الهواء وفقا لمكتب الإرصاد الجوية، ومعروفة بشكلها المنحني الذي يشبه كوكب الأرض تقريبا. تتكون السحب الغريبة من الرطوبة في الغلاف الجوي وتتشكل بفعل الريح، ويساعد الهواء الجبلي البارد على تبريد قطرات الرطوبة التي تتكثف بعد ذلك، مما يجعل السحب الغريبة مرئية. تراجع مياه البحر المتوسط.
ومنها مصر ولبنان وليبيا والجزائر وتونس وغيرها من الدول. كانوا يزعمون أن هذه الظاهرة كانت بسبب زلزال سوريا وتركيا المدمر. خبراء قالوا إنها ظاهرة طبيعية مرتبطة بحركة المد والجزر، وتحدث بشكل متواصل وليس لها علاقة بالزلازل، وأن هذه الظاهرة تحدث للمحيطات والبحار وتتأثر بحركة القمر حول الأرض. شق في الأرض في قارة أفريقيا. ظهر شرخ أرضي يبلغ طوله 20 مترا في منطقة غرب العاصمة الكينية نيروبي، ما قد يكشف عن كارثة كبرى تهدد قارة أفريقيا. وتسبب الشرخ في أحداث انهيار جزء من الطريق السريع نيروبي ناروك. يقول عالم الجيولوجيا بن أندروز من معهد سميثسونيان أن سبب الشرخ الأرضي هو تحرك الصفائح التكتونية للأرض وهي أجزاء من قشرتها. وأوضح لشبكة سي بي إس الأمريكية: نحن نشهد شرخا تشكل في الغالب على مدى آلاف السنين. بينما أعطى علماء جيولوجيا آخرين مثل ويندي بوهون تفسيرات أقل تدميراً للعالم، إذ اعتقد أن الشرخ الأرضي نشأ ببساطة بسبب الأمطار الغزيرة. وأوضح: أعتقد أن الشقوق الأرضية الأخيرة تنتمي لنفس الشقوق التي تحدث في ولاية أريزونا الأمريكية بعد عواصف الأمطار الغزيرة. وتابع: هذه الشقوق الأرضية تحدث نتيجة هطول أمطار غزيرة ذات وزن كثيف، وهي التي تغسل أجزاء كبيرة من التراب في الأرض، وليس بسبب تحرك الصفائح التكتونية وإنما لعامل الطقس. ويتكون الجزء الأبعد من الأرض ويسمى الغلاف الصخري من الصفائح التكتونية التي تنجرف على طول السطح بسرعات مختلفة، وعندما تصطدم أو تنفصل فإنها تسبب الزلازل. ويعتقد العلماء أن هذه اللوحات تنزلق ببطء عبر السطح السائل لغطاء الأرض، وهو مصنوع من صخور سائلة فائقة السخونة تبدأ من 80 إلى 190 كيلومترا تحت السطح. يذكر أن أفريقيا شهدت انشقاق جانبها الشرقي جيولوجيا عن باقي القارة في شهر مارس أذار في حدث احتاج ملايين السنوات ليتكرر. وأفاد عالم الجيولوجيا ديفيد أديد أن هذا الصدع العظيم يقسم أفريقيا إلى جزئين، وتسبب الشق في ابتلاع المياه التي كانت موجودة بسبب الفيضانات، ما أدى لمزيد من التشققات. وهنا نكون قد أوضحنا لكم تفسيرات بعض الظواهر التي حدثت في هذا العام. هذا والله ورسوله أعلم.